انطلق في جنيف مؤتمر المانحين لمواجهة الأزمة الإنسانية في اليمن الذي يحمل بصيصا من الأمل للحد من معاناة الشعب اليمني. وأكد إعلان الأمم المتحدة عن وجود ما يقرب من 17 مليون نسمة يفتقرون إلى الأمن الغذائي، بينما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن اليمن في حاجة لمساعدات إنسانية بأكثر من ملياري دولار لإنقاذ السكان من خطر المجاعة. المملكة العربية السعودية كما يعلم الجميع كانت ولا زالت وستظل في مقدمة الدول التي تدعم العمل الإنساني والإغاثي، وبالذات ما يخص دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن. قال معالي الدكتور عبد الله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المملكة تظل دائما في مقدمة الداعمين للعمل الإنساني والتنموي على مستوى العالم، تلبية للنداءات الدولية، مشيدا بالشراكة الدولية والإقليمية مع الأمم المتحدة خاصة في اليمن، مؤكدا على التواجد المتوازن في مناطق اليمن من أجل دعم وإغاثة المحتاجين. اليوم في هذا المؤتمر أو الاجتماع المهم رفيع المستوى للمانحين لليمن الذي تتبناه الأمم المتحدة، قدمت المملكة العربية السعودية تبرعا ب 150 مليون دولار. هذا يضاف إلى ما تم اعتماده لمبالغ لتنفيذها خلال هذا العام من خلال المركز تزيد عن 100 مليون دولار. ونؤكد المملكة العربية السعودية خلال العامين الماضيين قدمت والتزمت بمبالغ تزيد عن 8 مليار دولار، تأكيدا على اهتمام المملكة العربية السعودية على اليمن وشعبها واستقرارها ورفع معاناة هذا الشعب اليمني الشقيق. المنظمة الأممية تطالب الجهات المانحة بتوفير أكثر من 2 مليار دولار كمساعدة دولية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأكثر استعجالا في عام 2017. من جهتها قامت المملكة العربية السعودية بالتبرع بمبلغ 150 مليون دولار لتكون إضافة إلى 100 مليون دولار خصصت لمركز الملك سلمان لدعم المساعدات الإنسانية في اليمن. مؤتمر جنيف الذي يحمل بصيصا من الأمل يهدف إلى الحد من الوضع الكارثي في اليمن. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، الأمم المتحدة، جنيف.